الرحمن الرحيم. الاسم عبد السلام البخاري الحضيري، عضو جمعية ليبيا الأصالة للفنون والثورات بصفها. اليوم إن شاء الله افتتاح المهرجان السادس للثورات والفنون بمنطقة فزان. هذه الجمعية عادة أو كل سنة تقوم بإعداد وافتتاح هذا البرنامج الكبير وهذا المهرجان الثوراتي الفني، واليوم طبعا فيه مشاركات كبيرة ومشاركات كثيرة جدا، في فعاليات من النساء ومن رياض الأطفال وكذلك من تدبير منزلي ومن الشركات والتشاركيات الإنتاجية والصناعات التقليدية. كل سنة بهذا البرنامج نحيي فيه ثراتنا وأصالتنا الليبية من الفن ومن التراث ومن التاريخ. السلام عليكم، معكم إبراهيم غنايم مدير شركة السعف للصناعات التقليدية وعضو جمعية بيت الأصيل. اليوم تأتي مشاركتنا في مهرجان سبها الثوراتي كامتداد للمشاركات السابقة. اليوم حاولنا من خلال تواجدنا في المدينة القديمة إحياء هذه الصناعات وإحياء هذه الموروث وإحياء هذه الصناعات التقليدية والحرفية. اليوم حاولنا أن نظهر أرض أجدادنا وأبائنا اللي عاشوا عليه وكيف عاشوا عليه. اليوم حاولنا نكون كوكبة وكرنفال فزاني صرف. أكيد نشكر كل القائمين ونشكر جمعية ليبيا الأصالة اللي أتاحت لنا وفسحت لنا هذا المجال لنكون هذا الجسم الكبير اللي هو من خلال لوحات العروض الثراتية. نحاول اليوم نظهر للعالم السلم الاجتماعي والسلم الأهلي اللي يعيشوها الفزان، ونحاول اليوم نحيوه من جديد.